أيها الأخوة، نود أن نتحدث فيه كثيرا ويستحق ذلك، وكل شيء فيه يوحي بجمال الكلمة ونستوحي منها الكثير والكثير، ولكن نظرا للوقت ولإتاحة الفرصة للضيوف الكرام ولمن هو أولى مني بالحديث والمشاركة، فأكتفي بالتأكيد على قيمته الاجتماعية، قيمة هذه اللقاءات الاجتماعية وما فيها من تأكيد وتعميق أواصر الأخوة الإسلامية في مجتمعنا السعودي القائم على هذه الأخوة، وهذه الأخوة التي يعززها ديننا بتعليمه وتدعمها تعليم دولتنا المباركة، والتي تعريف للكثير من وجوه التراث، تعريف للكثير من الشخصيات العلماء والدعاة والإعلاميين والشعراء وغيرهم، تعريف بالمكونات البيئية وتعريف بأثار المنطقة، والكلام يطول حقيقة ويطول بنا، والمناسبة والحضور يستحقون الكثير.